رجعنا لكم مرة تانية وبنجدد تحية لحضراتكم. معانا دلوقتي موهبة فذة في عالم الإنشاد الديني، تمتلك صوت مصري أصيل، مجرد بس ما تسمعه بتتذكر مشايخنا القدامى في عالم الإنشاد، وده بفضل أدائه المتطور وجهده المتواصل والدائم. بيعمل سوليست في فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا المصرية، بالإضافة كمان لعمله مدرب لفرق الإنشاد الديني الأكثر من جامعة. حصل على المركز الأول في مسابقة إبداع الموسم الخامس سنة 2017، والمركز الأول كمان في مهرجان الموسيقى العربية النسخة 30 عام 2022. خلوني بقى نرحب بضيفي المنشد أحمد حسن. أهلا بيك يا أحمد، منور في مدد. أهلا بحضرتك أستاذنا، بتشرف بحضرتك بوجودي مع حضرتك النهاردة. تسلم. شكرا طبعا على الكلام الحلو حضرتك قلته دوت. تسأل أكتر. الله يخليك، تسلم. حقيقي. الله يخليك. ابدا معاك بقى يا احمد، بقى ايه، مش هقولك بقى مين اللي اكتشف المنشد احمد حسن ولا اي حاجه من الحاجات ديت، بس انا عايز اعرف يعني انا قايل في المقدمه اللي انت في سوليست في فرقه الانشاد في الاوبرا، قول لي انت انضميت ليها ازاي وكان كواليسها ازاي. تمام. انا انضميت ليها في سنه 2015، كنت بحضر بروفات في الفرقه، سمعت صوتي لمحافظ فرقه الانشاد الديني استاذنا الاستاذ احمد عبد الله عليه رحمه الله. فبعد كده قعدت احضر مع الفرقه اكتر من وقت كتير جدا، حوالي اكتر من سنه بدون اي تعاقد. احنا عايزين نسمع بقى، سمعنا ايه؟ ان شاء الله. سبحانك الشيخ الشيخ الهلباوي او رحمه الله عليه، وهرتجل كده ان شاء الله نص ان شاء الله يعجب حضراتكم. طب يا ريت، اتفضل. سبحانك ما أعظم ربي شانك، سبحانك ما أعظم ربي شانك، عافني واعفو عني، عافني واعفو عني، واغفر غفرانك يا الله يا الله. أنا ما قصدت سواك رب العزة، أنا ما خفضت لغير ذاك، أنا من أنا، أنا في الوجود وديعة، وغدا سأرحل عابرا في لحظتي، أنا سرك المكنون، أنا سرك المكنون، أنا سرك المكنون، من أكرمته، من صورته، وأنرت بالإسلام حالك ظلمتي، أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا يا رب، أنا ما لغيرك سائلا، فاسكب علي هداك حتى لا أرى إلا طريقك يا إله.
على بابك واقفي مولاي أرجو رضاك على بابك واقفي مولانا نرجو رضاك على بابك واقفي من يرحمنا سواك يا أكرم الأكرمين يا الله يا الله. الله يفتح عليك. قبل بقى ما ترتجل بقى الارتجال الجميل دوت، قلت لك انت ازاي بقى طورت من نفسك في مجال الانشاد واصبحت مدرب كمان في جامعات كتيره، فرق انشاديه في جامعات بتقعد تدربهم. اولا انت بتدربهم على ايه وازاي طورت من نفسك في المجال ده؟ ازاي طورت من نفسي؟ هو طبعا الاستمراريه والحضور في البروفات، حضوري في الحفلات، معرفه بعض الاصدقاء اللي عندهم مخزون فني في مجال الانشاد الديني لديهم الكثير جدا جدا، واساتذه كبار. تسمع كتير انت؟ بسمع كتير، بالاخص احب المدرسه المصريه، متاثر بيها طبعا. يمكن برضو تواجد فرقه الانشاد الديني ضافت لي كتير جدا جدا جدا. انا ما كنتش دخلت فرقه الانشاد الديني وانا يعني صفر حفظ تواشيح. الحمد لله دلوقتي عندي مخزون كويس بفضل الله. طيب هنتكلم برضو اكتر، بس عايزين نسمع اكتر ان شاء الله. نسمع ايه؟ صلوا على المصطفى عليه الصلاه والسلام. تمام، ديت من الحان استاذي والملحن العبقري الاستاذ عبد العظيم محمد، وبعد كده نسمع لما بدا في الافق. تمام. صلوا على المصطفى يا سامعين صلوا، ده اللي صلي علي البركة تحصل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مداح بمدح نبينا سيد الكونين، اللي اتولد مبتسم متكحل العينين، رافع عينيه للسما وآمنا باسم، والشمس والبدر الاتنين طلعوا يوم الاتنين، مع الملايكة صفوف من نوره يتملوا. صلوا عليه يا سامعين صلوا، صلوا على المصطفى يا سامعين صلوا، ده اللي صلي علي البركة تحصل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا سيد الخلق أنا مداح على بابك، ولا إيه أكون من محاسيبك وأحبابك. يا سيد الخلق أنا مداح على بابك، ولا إيه أكون من محاسيبك وأحبابك. ده كل خلق الله أحباب رسول الله، حتى اليمام والغمام ضلل على ركابك. ده كل خلق الله
أحباب رسول الله حتى اليمام والغمام ضلين على ركابه والعنكبوت الحبيب منها يوصلوا صلوا عليه يا سامعين صلوا عليه أفضل الصلاة والسلام. أحسنت يا أحمد أحسنت. أنت صوتك مميز يا أحمد، أنت صوتك يعني مدي للأغنية الدينية الشعبية بالظبط صح كده؟ بالظبط. يعني أنا لو سألتك قلت لك مين من مشايخ القدام أنت متأثر بيه أكيد هتقول لي الكحلاوي. طبعا أستاذي. قول لي بقى، نقول أنا ضيفك يا رسول الله ولا لما بدا في الأفق نور؟ لما بدا، نقول لما بدا في الأفق نور. يلا بينا. اللهم خذ بيدنا في الأمور كلها واشرح صدورنا ووفقنا إلى ما تحبه وترضى وانصر أوطاننا وأهلك أعداءنا يا أكرم الأكرمين يا فمرحبا فمرحبا بهلاله قد أقبل الإسعاد في إقباله شهر به سعد الزمان شهر به سعد الزمان فحقه أن يزدهي شرفا على أمثاله ما ازدانت الأعياد إلا أنها جمعت لزينتها بديع جماله لما بدا في الأفق نور محمد صلوات الله وسلامه عليه لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله عطر والعشية بأذكى صلاة What?
آيات ورضوان آن اللهم صل وسلم وبارك عليه. علي أفضل الصلاة والسلام. أحسنت يا أحمد، صوت وأداء حاجة روعة بصراحة. طيب احنا هنتكلم بقى عن فرقة صوت مصر. ازاي اتكونت الفرقة وازاي انضميت ليها وازاي كمان يعني نقدر نقول في فترة بسيطة بقى ليها اسم كمان كبير جدا في مجال عالم الانشاد، بس هنخرج فاصل بسيط ونرجع تاني نكمل مع منشدنا احمد حسن. اهلا بحضراتكم من جديد، ومنورني المنشد احمد حسن، المستمتعين كمان بصوته كمان واناشيده وادائه. قبل الفاصل كنت بكلمك عن فرقه صوت مصر الانشاد الديني، قول لي بقى اتكونت ازاي وانت تعتبر عضو مؤسس يعني، وازاي في خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا دول بقى ليها اسم في مجال الانشاد، اسم كبير كمان. هو والله فرقه صوت مصر يعني كان طبعا هو المؤسس بتاعها الرئيسي احمد اخوي احمد العمري، منشد احمد العمري، واعضاء مؤسسين احمد حسن وحسام صالح، استاذ حسام صالح والاستاذ احمد عبد العظيم. نعم. فرقه صوت مصر عملنا اكتر من حفله لسياده الرئيس، الاحتفالات الدينيه كلها، وزاره الاوقاف او الشؤون المعنويه كلها. نعم. وكل دوت في ظرف 6 شهور. طيب القلب يعشق كل جميل. نعم. نسمع حماد اتفضل. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفتي يا ما شفتي جمال عين، واللي سدى في الحب أنيل أنيل، واندمت يوم ولا يومين ولا يومين، واللي هويته اليوم دايم وصال عليك. أحسنت يا أحمد. طيب كلمني بقى عن مشاركتك في مهرجان جرش الدولي اللي كان في الأردن في 2018. انت رحت برضو إنشاد، كنت في فرقة ولا كان لوحدك؟ لا كنا في فرقة التعطيرة. ديت فرقة منشدين مصريين جمعنا كلهم طبعا إخوات الكبار وأساتذة اتعلمت منهم كتير. شاركت بقى في المهرجان ده؟ شاركنا في المهرجان، مهرجان جرش. كانت فرقة الإنشاد الديني الوحيدة من مصر،
كان 2018. الحمد لله عملنا هناك أداء في أكتر من حفلة، عملنا حفلتين ثلاثة هناك في المهرجان، وكانت من الأيام والذكريات الحلوة. طيب كان مع فرقة تعطيرة، فرقة اسمها تعطيرة، كان ساعتها كان فرقة تعطيرة اللي هو أصبحنا حاليا يعني كل واحد فينا يعني اتفرج راح لحتة، راح بقينا فرقة صوت مصر يعني، معظمنا بقى في صوت مصر. طيب وشاركت برضو في أول أوبرا بالعامية كانت في عمان بتهيألي سنة 2020 مع مصر. مع أخويا الكبير دكتور أسامة علي. طبعا 2020 أوبرا طرح البحر من ألحان الموسيقار منير الوسيمي، كان عرض أوبرالي عن تحكي عن قصة الصياد المصري، كنت ضمن المشاركين في العرض. قعدنا سنة بنعمل بروفات. سنة بروفات؟ كان عرض كبير جدا، بس سنة بروفات كتير أوي، عرض كبير ما يقلش عن المشاركين فيه ما يقلش عن 70 فرد. ما شاء كان الله. عرض كبير جدا، أوبرالي كبير جدا، كانت أوبرا عمان، أوبرا مسقط، كان أول عرض حصري كان لعمان. لعمان يعني. طيب هنتكلم أكتر، عايزين نسمع أكتر. أنا ضيفك يا رسول الله. تمام، وده نظيفك يا رسول الله. متقال بأكتر من السلام. طريقة، لكن أنا يعني في فرق كتيرة جدا قالوها، وفي منشدين ومبتهلين كمان قالوها كتير. أنا في العيد الأضحى الأخير كنت عامل فيديو كفر أغنية، يعني كان أنا ضيفك يا رسول الله بس من ألحاني. من ألحانك يعني. طب نسمعها مع بعض. أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا عظيم الجاه، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا عظيم الجاه، يا مشفع يا عظيم الجاه، أنا ضيفك يا رسول الله، وأنا واقف على باب بلدي، لا فتني ولا غاب يوم عني، وانا واقف على باب بلبي، ولا فتني ولا غاب يوم عني، ده حبيبي المحبوب متهني، وانا ضيفك يا رسول الله، انا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا عريض الجاه، يا مشفع يا عظيم الجاه، أنا ضيفك يا رسول الله، يا منور مولاي حياتي، بصلاتي على الهادي للاتي، يا منور مولاي حياتي، بصلاتي على الهادي للاتي، رب اقبل بصلاتي صلاتي، رب اقبل بصلاتي صلاتي، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا عظيم الجاه، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا عظيم الجاه، يا مشفع يا عظيم الجاه، أنا ضيفك يا رسول الله. أفضل الصلاة والسلام، هي فعلا لحن جديد، أول مرة أسمعه أنا اللحن ده. طيب قول لي يا أحمد، أنت شاركت برضه في عضو لجنة التحكيم في مسابقات كتير. المسابقات اللي هي بتكون مؤهله لمسابقه ابداع في الجامعات. نعم. يعني الجامعات بتكلمنا، بتكلم شباب المنشدين، تعالوا حكموا على في الجامعه ويطلعوا لنا افضل العناصر اللي هي تمثل الجامعه. برضو كنت شهر 7 اللي فات كان احد الاحزاب جابني في مسابقه كبيره برضو. حكمت كنت عضو لجنه تحكيم، عضو لجنه رئيس لجنه التحكيم في الانشاد دي. ما شاء الله. طب قول لي، في مسابقه اسمها الصوت الذهبي شاركت فيها مرتين، وبيقولوا دي مسابقه كبيره، ايه لي كواليسها دي؟ مسابقه الصوت الذهبي تابعه لصندوق التنميه الثقافيه، شاركت فيها 2000 الدوره الثانيه والدوره الثالثه اللي هي 2016 2017. بفضل الله كنت ضمن الفائزين في الدورتين، وده كان بيشرف عليها او المسابقه اللي كان عاملها الله يرحمه الدكتور محسن فاروق مدير الاوبرا المصريه، ولحد دلوقتي المسابقه مستمره يعني، وصلت للموسم السادس دلوقتي. ما شاء الله.
في اعمال جديده في الفتره الجايه ان شاء الله؟ باذن الله. باذن الله ان شاء الله. هتبقى تواشيح ولا اغاني دينيه ولا ابتهالات؟ لا اعمال دينيه. اعمال غنائيه. غنائيه غنائيه دينيه طبعا. ما انا قلت لك يعني احنا في بدايه الفقره معاك قلت لك انت متاثر مين، فاكيد الكحلاوي يعني استاذي وقدوتي. شيخ كحلاوي طبعا. طب نسمع له ايه بقى معاك؟ نختم معاك الحلقه لاجل النبي طبعا. يلا يا ربي توبة، يا ربي توبة، يا ربي توبة، يا ربي توبة على كل عاصي، يا ربي توبة، يا ربي توبة، يا ربي توبة، يا ربي توبة نصوح بعد عصياني، بعد عصياني قبل ما امشي وانحني وامشي بعصياني، القلب نادم، القلب عصياني عصياني عصياني. يا ريت دموعها تسيل، يا ريت يا ريت دموعها تسيل، تجري على الخدين، تطوي صحائف ذنوبي، ذنوبي بعد عصياني لأجل النبي، لأجل النبي. وأنا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي، أنا حبيب حبيب النبي، طالب رضاك والنبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، تقبل صلاة على النبي، لأجل النبي. يا إله الكل عني، عني من العباد ما حد عني، عني يا إلهي الكل عني، عني من عباد ما حد عني، عني يا نصيري يا إلهي يا مجيري، انت جاهي ان فاتوني ليا ربي، والنسوني هو حسبي. يا الهي الكل عني، من العباد ما حد عني، يا نصيري يا إلهي يا مجيري، انت جاهي ان فاتوني ليا ربي، والنسوني هو حسبي، غير بابك لم يكن لي، غير بابك لم يكن لي. أنا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي، أنا حبيب حبيب النبي، طالب رضاك والنبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، احفظ بلادنا والنبي،
لأجل النبي. الله عليك يا أحمد، عليه أفضل الصلاة والسلام، أداء وصوت متميز، ربنا يكرمك ويوفقك ونورتنا كمان في مدد. الله يخليك، ده شرف لي ولا تقدم حضرتك. تسلم تسلم أبو محمد. بكده حلقتنا النهاردة خلصت من برنامجكم مدد، تحياتي ليكم، ودايما أشوف حضراتكم على ألف خير.